السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور بلال عبد الغني، مدرسكم للمساق سي اس 240. في المحاضرة الماضية حكينا عن الماثيماتيكال اندكشن واخذنا كم مثال عليه. الماثيماتيكال اندكشن او الاستقراء الرياضي اسلوب للاثبات او طريقة للاثبات، من خلالها بنحاول نثبت انه كل عناصر دومين معين تنطبق عليها صفة ايش؟ مشتركة، وهي صفة ترو. اوكي؟ نذكر مع بعض، لو اجي اقول لك كل عدد صحيح موجب ان الفاكتوريال تاعه اقل او يساوي ايش؟ العدد قوه العدد نفسه. هاي ملاحظه بدنا نثبتها على كل الدومين البوزيتيف انتجر نمبر، يعني من واحد الى ما لا نهايه، بنثبت انه كل عدد بوزيتيف انتجر هاي القاعده بتنطبق عليه. بعمليه الاستقراء الرياضي شو بنحاول نساوي؟ بنحاول نساوي اكسبلوريشن للدومين، يعني عند القيمه البدائيه الاولى هل الفرضية تعيتنا صحيحة؟ هل الثيرم تعيتنا صحيحة؟ وبنحاول نصير نمشي خطوة خطوة وبناء عليها نقيم. حكينا زي فكرة إيش الدرج، نثبت إيش؟ نثبت إنه شغلة صح عند القيمة البدائية. كي بعدين بنحاول نفترض إنها صحيحة عند إيش؟ خطوة معينة. كي بعدين بنحاول نثبت إنها صحيحة عند الخطوة اللي تليها. أوكي، هذا اللي حكيناه المرة الماضية عن ايش؟ الماثيماتيكال اندكشن، الخطوات الأساسية في البيس ستيب أو البيسك ستيب، الاندكتيف هايبوثيسيس والاندكتيف ستيب. اوكي؟ هاي الخطوات موجودة على شكل ايش؟ على شكل خوارزمية، بس بدي أرجع أكد لكم إنه قبل ما نبدأ ايش بالخطوات البيس ستيب والاندكتيف هايبوثيسيس والاندكتيف ستيب، لازم نسوي ايش؟ فورمينج لهايبوثيسيس، لفرضية. أحياناً السؤال بيكون عندنا كنص لغة معينة، لازم هذا النص نحوله لايش؟ لهايبوثيسيس كبروبوزيشنال فانكشن. حلينا المثال هذا المتسلسل هاي، وريتكم كيف بنحلها، بنحولها لبروبوزيشنال فانكشن، وبنحاول نثبتها من خلال ايش؟ مجموعة من الخطوات البيسك ستيبس، الاندكتيف هايبوثيسيس والاندكتيف ستيب. خدنا المثال هذا كمان، هاي الأمثلة بإمكانكم ترجعوا لها من خلال ايش؟ الفيديو السابق، تشوف كيف اثبتناها. انا هسه بدي اروح على موضوع ايش؟ السترونج اندكشن. قبل ما اروح على السترونج اندكشن بدنا نسال حالنا الماثيماتيكال اندكشن واي داز ات ورك؟ ليش الماثيماتيكال اندكشن ايش بيشتغل؟ وليش طريقه الاثبات فيه ايش؟ صحيحه. الماثيماتيكال اندكشن احنا شو بنساوي يا شباب؟ البيس ستيب بنحاول نثبت انه البروبوزيشنال فانكشن تاعتنا او الفرضيه او الثيرم صحيح عند قيمة بدائية، قد تكون صفر، قد تكون واحد، قد تكون اثنين، قد تكون ثمانية. اوكي؟ وبناء عليها بنحاول ايش؟ بنحاول من خلال اندكتيف ستيب نشوف انه ايش؟ شو اللي بامكانه ايش؟ يثبت من خلال الخطوة والخطوة التي تليه. كي وايش؟ كي زائد واحد، بنحاول من خلال اثباتنا او فرضيتنا انه شغلنا صحيح على كي، بنحاول نثبت انه صحيح على ايش؟ على كي زائد واحد. ومن خلال الامبلايز هاي انه for all k bk implies bk زائد واحد and b0، بنحاول نثبت انه هذا صحيح على جميع عناصر ايش؟ المجال اللي عندنا. تمام؟ لو طلعنا عليه هذا عباره عن حاله خاصه من proof by contradiction. لما تيجي تحكي انت مثلا ايش؟ bk implies bk زائد واحد، تيجي تقول لي b0، منها تيجي تستنتج لي ايش؟ not ايش for all n bn. اوكي؟ هاي يا شباب هاي حالة خاصة من ايش؟ من proof by ايش؟ contradiction. احنا بالproof by contradiction شو بنيجي بنساوي؟ بنيجي ايش؟ على ايش؟ على الconclusion وبننفيه. ومن هون ايش؟ من هون بنشتغل. اوكي؟ طيب هسا بالstrong induction شو الفرق بين strong induction والweak induction؟ هسا بال weak induction شو كنا نساوي؟ كنا نثبت انه الشغله صحيحه عند ايش؟ عند الانيشال فاليو. نفترض انها ايش؟ صحيحه عند ايش؟ عند كي، ونحاول من خلالها نثبت انها ايش؟ صحيحه عند كي زائد واحد، ومنها بنستنتج انها صحيحه على كل عنصر في المجال. هون في السترونج induction في خطوه اضافيه. اوكي؟ هسا احنا بنحدد الهايبوثيسيس، بعدين بنفرض ان او بنورجي انها صحيحه عند القيمه البدائيه، ان اكبر او يساوي بي، القيمه البدائيه عندنا بي، بنوري انها صحيحه عند ايش؟ عند بي للبي.
اوكي. بعد ما نسوي هيك بالاندكشن ستيب او بالاندكتيف هايبوثيسيس كنا نفترض انها صحيحه عند بي كي. هسه بالسترونج اندكشن بدنا نفترض انها صحيحه من القيمه البدائيه من البي بي لايش؟ للبي كي. يعني مش لازم تكون صحيحه والهايبوثيسيس بتاعتك انها صحيحه بس عند البي كي، بدها تكون صحيحه عند البي بي والبي بي زائد واحد الى تتوصل للبي كي. فلما تيجي تفترض هسه assuming bk is true for all positive integer not exceeding k، يعني لما نيجي نفترض هسه بنفترض انها صحيحه على كل البوزيتيف انتجر اللي ما بتتجاوز ايش الk، هذا من الاندكتيف ايش هايبوثيسيس. من هون نحاول نثبت انه bk a bk زائد 1 صحيحه بس باستخدام ايش؟ باستخدام كل الاجزاء من البي بي الى البي كي. لاحظوا هون كنا نكتفي ان نستخدم ايش الكي، تمام، عشان نثبت انه الكي زائد 1 ايش صحيحه، يعني البي كي والبي كي زائد 1 صحيحه. هون كل العناصر اللي قبل الكي لازم يكونوا صحيحات عشان نستنتج منهم بي كي زائد 1. اوكي، هاي الفكره تاعت السترونج ماثيماتيكال اندكشن. يعني لو جينا هون على السؤال هذا بنحاول من خلال نساوي لكم الستريشن للسترونج اندكشن. سترونج اندكشن شو ذات اف ان از ان انتجر جريتر ذان 1، يعني بين لي اذا كان ايش الرقم ان شو ماله عباره عن رقم صحيح اكبر من ايش من واحد. شو الارقام الصحيحه الاكبر من واحد؟ يعني 2 و3 و4 و5 و6 الى ما لا نهايه، تمام. اذا كان عندي رقم صحيح اكبر من واحد هذا معناه انه ايش then it can be written as the product of primes، بقدر اجيب ايش مجموعة من البرايم نمبرز، اوكي، ووري انه ايش انه الرقم هذا عبارة عن ايش عبارة عن برودكت اوف برايمز. يعني لو اخذنا ايش اكبر من واحد الاثنين، الاثنين برايم نمبر صح، اذا نقدر نعتبره انه البرودكت برودكت تاع نفسه. يعني لو اخذنا هسه بي الاثنين، اوكي، هذا ايش هذا برايم نمبر. لو اخذنا ايش هسه بالثلاثة نفس الشيء، الثلاثة برايم نمبر برودكت اوف اتسلف. لو اخذنا البي اربعة، البي اربعة مش ايش برايم نمبر، نقدر نسوي انه البرودكت اوف ايش اوف اثنين مضروبة بايش باثنين. لو اخذنا رقم اخر بي الخمسة هذا برايم نمبر فهو البرودكت باي اتسلف. لو جينا اخذنا بي الستة نقدر نلاقي تو برايم نمبرز يكونوا ايش حاصل ضربهم ستة، اثنين ضرب ثلاثة، تمام. لو اخذنا بي السبعة هذا البي سبعة برايم نمبر، اذا اتس ذا برودكت اوف اتسلف. لو جينا هسه الان اخذنا رقم اخر بي الثمانية مش برايم نمبر، وهذا بامكاننا نحكي انه ايش عبارة عن اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين، وخلينا نستخدم نفس الإشارة للضرب الإكسر. اثنين ضرب اثنين أربعة في اثنين ثمانية. فلاحظوا الأرقام اللي أكبر من واحد يا بتكون برايم نمبرز، يعني هي بنفسها عبارة عن حاصل ضرب نفسها الرقم نفسه لحاله، أو إيش بقدر ألاقي برايم نمبرز من خلالها أطلع إيش البرودكت تاع النمبر اللي بشتغل عليه، تمام. لو جينا على بي 9 بتقول لي 3 في 3 تو برايم نمبر، اوكي. لو جينا على 10 نقدر ايش ناخذ؟ نقدر ناخذ 2 و5، تمام. طب كيف بقدر اثبت الحكي هذا باستخدام الاندكشن؟ هسه الهايبوثيسيس تاعتي بصيغها انه ان كان بي ريتن از ا برودكت اوف برايمز. ايش هي الان؟ اللي هي ايش؟ انتجر نمبر جريتر ذان ان. نقدر نحكي انه ايش؟ ان انتجر نمبر ان that is greater than 1 can be written as a product of primes. هسه البيس ستيب ايش اول رقم اكبر من واحد؟ اوكي بقدر اشتغل عليه الاثنين. الاثنين عباره عن برودكت اتسلف. هذا اللي حكيناه قبل شويه. كبرايم نمبر ما بنقدر نلقى برايم نمبر ثاني اخر نضربه فيه. ما تيجي تقول لي الواحد. تمام؟ تمام. اوكي؟ طيب. هسه البرايم نمبر برودكت اتسلف. هي اتفقنا عليها. غير البرايم نمبر نقدر نكونه من ايش؟ من برايم نمبر. حسب الاندكتيف هايبوثيسيس
هسا لما اجي افرض فرضيه ما باجي بحكي عندي البي كي، باجي بحكي الاندكتيف هايبوثيسز. اوكي بحكي البي جي از ترو فور اول ايش الجي اكبر او يساوي 2 اقل او يساوي كي. اذا الفرضيه تاعتي كانت ايش؟ لكل الارقام ما بين 2 للكي. تمام. هسا لو بدي استخدم الاندكشن العادي باجي بحكي بالاندكتيف ستيب انه بي كي ها از ترو. تمام. بالاندكتيف ايش هايبوثيسيس بالسترونج اندكشن ايش بفرض انها صحيحه ما بين الاثنين لحد ايش للكي. لاحظوا الجي تقع بين الاثنين وايش والكي. هسا بالاندكتيف ستيب طلعوا كيف حتكون الاندكتيف ستيب. باجي بحكي اذا كي زائد واحد برايم نمبر او ايش عباره عن ناتج ايش ذا برودكت اوف اتسلف. الكي زائد واحد اذا كان كومبوزيت نمبر يعني اذا بامكاني اكتبه بدلاله برايم نمبر هذا معناها انه عندي تو بوزيتيف انتجر اي وبي بحيث انه الاي والبي شو مالهم؟ الاي اكبر او يساوي ايش؟ 2 اوكي يعني 2 او 3 او 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 5 وهكذا والبي ايش ماله اكبر او يساوي ايش؟ الاي. تمام؟ اذا كان كومبوزيت يعني ايش؟ بدنا نشوف شو هو الرقم يعني لو جينا على الاربعه هون بالاربعه 2 في 2 عشان هيك عندي اشاره المساواه احتمال الاي والبي يساوي بعض 2 في 2 لو جينا على البي 6 2 في 3 وهكذا. تمام؟ يعني هون حددناهم رقمين بامكاننا نوجد ايش اكثر من رقم وهكذا. تمام؟ By the inductive hypothesis A and B can be written as the product of prime and so K plus 1. إذا من الاندكتيف هايبوثيسز نستنتج انه ايش الكلام هذا ايش تاعنا صحيح. هاي الاندكتيف هايبوثيسز مش احنا افترضنا انه جي بيقع بين الاثنين ايش والكي. من الكلام هذا نثبت انه ايش الفرضيه تاعتنا صحيحه لما يكون عندنا كومبوزيت ايش نمبر. 2ED as demonstrated. هسا السترونج اندكشن فيرسز ايش اندكشن عادي او يسموه احيانا الويك اندكشن. Sometimes strong induction is easier to use. It can be shown that strong induction and induction are equivalent. طبعا الاندكشن والسترونج اندكشن ايش؟ متكافئات لبعضهم البعض، بس احيانا السترونج اندكشن اسهل علينا استخدامه واسهل علينا ان نستخدمه عشان الاثبات من الاندكشن العادي. Any proof by induction can easily be written as a proof of strong induction. تمام؟ بدل ما تشتغل على الكيف بالهايبوثيسيس تاعتك تحكي انه البي كي صحيحه عندي بدك ايش تشتغل على انها صحيحه ما قبل الكي يعني من الانيشال فاليو لحد ايش لحد الكي. اوكي اني بروف اوف سترونج اندكشن كان بي كونفرتد انتو ابروف باي اندكشن بس نوت ذات اوبفيوس. اوكي مش هذا بشكل واضح لكن ايش مع الخبره ومع الحل هاي الامور بتكون واضحه عندنا. Strong induction also referred to ish as complete induction. In this context, induction is referred to incomplete induction. Okay. إذا strong induction بسموه complete induction. والinduction العادي بإمكاننا نسميه ايش incomplete induction. لكن هم equivalent. تمام. طلعنا على المسألة هاي. المسألة تاعت ايش البوستج. حسب الولايات المتحدة الأمريكية بالزمانات فترة العشرينات. كان عندهم ايش؟ بوستج من فئه الثلاثه والخمسه سنت. تقدر تحط بوستج على ايش؟ على الرساله تاعتك اللي بدك تبعثها ستام بقيمه ثلاثه سنت او خمسه سنت او اي مكون من المكونات هاي. طبعا مينيمم عندنا ثلاثه سنت. بيجي بعد الثلاثه سنت عندنا ايش؟ خمسه سنت. بعدها ايش بيجي؟ اي شيء اكبر من الثمانيه. اي شيء ايش ماله؟ اكبر من الثمانيه. هسا عندنا نوعين من الستام ثلاثة وخمسة. من الثلاثة وخمسة بقدر أكون أي رقم أكبر أو يساوي ثمانية بحيث إني أدفع قيمة البوستج على الرسالة. لو كان ثمانية أو تسعة أو عشرة أو 11 أو 12 أي رقم أكبر أو يساوي ثمانية بإمكاني إيش أكونه من خلال ثلاثة وخمسة سنة. يعني باختصار باجي بقول لك أي رقم أكبر أو يساوي ثمانية بإمكانك تكونه من الأرقام ثلاثة وخمسة او من مجموع الارقام 3 و5. هل هذا الكلام صحيح؟ اثبت لي اياه. هسه بالبروف باي اندكشن نيجي نحكي بي ان هي الستيتمنت بوستج اماونت اوف ان يعني الان سنت بامكاني اساويها من ايش؟ من مجموع ارقام 3 و5 يعني من مجموع ستامز 3 ايش و5 سنت. تمام.
اوكي هذا بشرط انه الان اكبر او يساوي ايش 8 6 ما بنقدر نكونها نقدر نكونها من 3 و3 بس ايش 7 ما بنقدر نكونها من 3 و5 عشان هيك حطيت الفتره تاعتنا ان اكبر او يساوي 8 هسه بالبيس ستيب اول نقطه عندنا ايش البي 8 البي 8 هي عباره عن 3 زائد 5 هسه بدنا اندكتيف ستيب بدنا نفرض انه بي كي صحيحه ونحاول نثبت انه بي كي زائد 1 ايش منها صحيحه فنفرض انه بي كي از ترو فور سم كي از جريتر ذان اور ايكوال 8 نفترض انه في عندنا العدد كي العدد كي هو ايش اكبر او يساوي 8 وانه ايش الفرضيه تاعتنا ايش صحيحه عنده تمام هسه ايش يا شباب نيجي بنحكي الـ positive amount of cases can be formed using 3 and 5 هاي هي ايش الـ inductive hypothesis اذا it's ايش it's true for us طبعا العملية هاي عشان تبدو خل دماغي الحل الصح اني استخدم الـ prove by ايش strong mathematical induction طلعوا كيف الـ strong mathematical induction باجي بحكي بي ان بي the statement positive amount of unsent can be made using 3 cent and 5 cent for un greater or equal 8 اول خطوه باجي بحكي بالبيس ستيب طبعا هسه البي 8 والبي 9 والبي 10 والبي 12 ترو وهي ايش اثباتهم هي 8 بامكان شكلها هيك 9 هيك ال10 هيك ال11 هيك ال12 بالطريقه هاي يعني 12 عباره عن ثلاثة سنت اربع مرات مجموعه تمام ال11 عباره عن 5 سنت زائد 3 زائد 3 ال10 عباره عن 5 سنت زائد 5 سنت التسعة عبارة عن 3 سنت زائد 3 سنت زائد 3 سنت وهكذا يا شباب. إذا هسا بالإندكتيف ستيب بدي أثبت إنها صحيحة عند إيش؟ عند الثمانية وعند التسعة وعند العشرة لآن ما أوصل إيش البي إيش كي. فهاي فرضيتي حتكون من هاي الفرضية بدي أثبت إنها صحيحة عند بي كي زائد إيش؟ زائدا واحد. تمام؟ فبنثبت انها فبنفترض انها صحيحه عند بي 8 بي 9 بي 10 الى بي الكي هاي الفرضيه تاعتنا بحيث انه الكي ايش مالها؟ ايش؟ اكبر او يساوي ايش؟ 12 فبنيجي هنا البوستج امام 8 و9 و10 بالكي كان بي فورم يوزنج 3 اند 5 ستامبس هاي بالاندكتيف هايبوثيس هسا بدنا نوري انها صحيحه عند الكي زائد 1 هسا بدنا نوري انها صحيحه عند البوستج ايش؟ امام كي زائد 1 هذا هو الجول تاعنا هذا هو الجول تاعنا هسا to make postage k plus 1 cents شو اللي حنساوي هسا لما k لما يكون عندي k زائد 1 لو فرضا في ايش k 5 cents هذا لو k زائد 1 نقصنا منها 5 شو حتصير حصير k ناقص 4 اوكي هذا بامكاني ايش نرجع له من خلال ايش الاندكتيف ستيبس 3 و5 ايش ستامب اي شيء بامكاننا نكونه من خلال 3 و5 ايش ستامب تمام لما نضيف ال5 ستيب كي ناقص 4 زائد ايش 5 بيطلع لنا ايش كي زائد ايش 1 احنا يا شباب حكينا عندنا الكي زائد 1 بدنا نثبت منها قد ايش 5 طلع لنا كي ناقص 4 اوكي which by inductive step can be formed using 3 and ايش 5 cents هذا حسب الفرضيه تاعتنا لما نزيد عليها 5 احنا ما غيرنا شيء على شغلنا لما نزيد 5 يعني سب واحد تحركنا واثبتنا ايش اللي بدنا اياه تمام ويعطيك العافيه وشكرا لكم انا بهمني تعرف الاندكتيف ستيب وخطواته اللي شرحناها في المحاضره الماضيه وتعرف تستخدم الاثبات باي اندكتيف وبدي اياك تميز بين الويك اندكشن والسترونج اندكشن مش غلط بس بدي اياك تعرف انهم الترناتيف وايش اذر شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه